هتوزو رول كيك من غير لف ودوران هتوزو. اهلا بكم في برنامج البرنامج. احنا كنا قبل كده عملنا حلقه عن المتر فريد الديب وما كناش عارفين رايه فيها. هل يا ترى تقبلها بصدر رحب؟ مال وحشتنا يا متر، وبصراحه هو يستاهل اكتر من حلقه، لان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت انه بيتولى كل القضايا المثيره للجدل، مثلا الجاسوس عزام عزام، هشام طلعت مصطفى وغيره. وطبعا كان طبيعي انه هو اللي يتولى قضيه مفجر الثوره. وأول من أيدهم هو حسني مبارك. أمال، لكن ده ما كانش مستفز كفاية، المتر قرر إن هو يتحفنا بمرافعة. وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل في جلسة اليوم، حيث أكد أن الرئيس السابق والمتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين ما زال رئيساً لجمهورية مصر العربية. الرئيس مبارك ما زال رئيساً لمصر، وبكده يكون مبارك هو أول رئيس حكم مصر من الوضع راقداً. والله يعني يا متر المظات بتنقض من بقك. قول يا ديب قول. مشيرا إلى أن الاستقالة لا تقع بمكالمة هاتفية. طبعا ما ينفعش بالتليفون، مش يمكن الواد الصغير بيلعب في الموبايل ولا حاجة. كلام لا يجوز دستوريا. وأضاف إذن فهذه المحاكمة باطلة، معتبرا أن قرار تعطيل الدستور وحل البرلمان باطلين. يعني الاستفتاء على الدستور كان ومجلس الشعب وحسني مبارك. لا، كله إلا ده، لأن بناء على كلام متر فريد مبارك لسه رئيس الجمهورية، الدستور لسه ما سقطش، والبرلمان والاستفتاء والليلة دي كلها كأنها ما حصلتش. ليه بقى؟ مشيرا إلى أن الاستقالة لا تقع بمكالمة هاتفية. عشان مكالمة تليفون. والله العظيم برنس، كلامك سو ديب يا ديب. ايه ده؟ يعني الجماعه لسه محظوره؟ والاهم من كده حمزاوي ما دخلش البرلمان؟ طب واللي حصل من 25 يناير لغايه دلوقتي؟ مبارك ومحاميه يعتقدوا انهم لا يزالون في الحكم، وان مبارك هو رئيس الجمهوريه، وانه كل ما تم من 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظه في 22 يناير 2012 هو اعمال يجرمها القانون ويحاكم من يقوم بها. ما الجيش طول عمره بيقول لنا على موضوع التخريب ده هوت، احنا المفروض نصدق الجيش من الاول، طول ما احنا في نفس الصف مع الجيش يبقى نطمن. ملقيا بالمسؤولية على القوات المسلحة حول أعداد القتلى والمصابين منذ 14 يوم جمعة الغضب 28 يناير. إيه نظام التلبيس ده؟ هو أنت طلعت من الثوار ولا إيه يا متر؟ ناقص
ناقص تلبس الشعب كله. طالب فريد الديب بالبراءة لمبارك وطالب بالمؤبد للشعب وللجيش. إذا أنا كنت بهرج على فكرة، والله حقيقة تيجي هنا تقدم برنامج بدالي. والآن مع برنامج البرنامج مع المتر فريد الديب. التخبيط بقى جامد قوي. متر محامي المخلوع يطالب بالمؤبد للمجلس العسكري. عارفين الكلام اللي اعترف الثالث اللي بيهدف الى الوقيعة بين الشعب والجيش؟ شكلنا هنعرف هو مين قريب، لكن المرافعات دي كلها كانت على اساس ايه؟ الرئيس السابق كلف الجيش بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها. لا، هو مبارك كان عامل توكيل للجيش إدارة مش تصرف، بس هو كان اتصرف فيها خلاص، فتح الدستور على الليفينج وقفل على الرئاسة الومتال وكده. تصريحاتك يا متر كلها بصراحة ما تعصبش خالص. اتحدث فريد الديب اليوم يوم 22 يناير 2012 بأن مبارك هو رئيس الجمهورية ليبتسم مبارك وعليه وجناز القبر. فإذا نحن أمام مأساة ونحن أمام مأزلة. وليد أنا مقدرة أنك منفعل، وهكذا هو حال كل المصريين عندما يسمعون بهذه المفاجأة. هي مش مفاجأة، هي كارثة. ليه نتفاعل يا جماعة؟ المتر فريد حر يقول هو عايزه، وبعدين الموضوع ده كله أساسا مش كل مرة يطلع يقول كلام نحرق دمنا كلنا. وبعدين احنا بنحب المتر فريد لانه مرافعاته مش بتعصبنا خالص. محامي المخلوع يشبه مبارك بالرسول عليه الصلاة والسلام والشعب بكفار قريش. كفار قريش؟ أصابقنا عن دين آبائنا؟ نحن غرابة عكم إليك عالية. دين 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 دين. هو يمكن التشبيه ده مبالغ فيه شوية، لكن احنا معلوماتنا ان الرئيس مبارك من اولياء الله الصالحين. الرئيس السابق محمد حسني مبارك كرم الله وجهه. طويل العمر طول العمر نصر على منع عديه. بترديد دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حينها. اللهم فارج جماعهم وشتت شملهم وكده يعني، لكن ده ما كانش الوصف الوحيد للرئيس مبارك من المتر فريد. الموضوع وسع منه قوي. طاهر اليد، ابيض البشرة، نقي القلب، مستعد للمشاركة في الأثاث، عادل وليس معتديا ولا دمويا، ويصون القضاء ويقدس الحياة الزوجية. يعني يبدو أن المحامي فريد الديب وفق الكثير من المراقبين يلجأ إلى بعض الحيل كما يقولون لإطالة أمد محاكمة الرئيس مبارك. أستاذ فريد الديب طبعا بيحدث ناس في عالم آخر، في كوكب آخر. لا، هو متر فريد أكيد بعد كل القضايا دي عنده الكوكب بتاعه هو. بصرف النظر عن المجادلات القانونية للمتر الديب، الملفت للنظر هي البلاغة المرعبة اللي بتطلع منه. الدفاع الحاضر مع المتهمين، سيادتك مع جميع المتهمين، تفضل سيادتك. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. لا لا لا، مش قصدي على ده كان فيديو على النت، قصدي على فيديو تاني. بنسر مصر الجريحة. انت بتخرج مش كده؟ مال أنا مش فاهم الناس متضايقة ليه. المتر فريد طول عمره ملتصق مع مبادئه، حتى لما كان بيدافع عن أيمن نور ضد النظام. وقلت في مرافعتك أنه زج به في القضية بغرض الانتقام السياسي. مين كان عايز ينتقم من أيمن نور يا فريد؟ أعتقد في اللي أنا كتبته. طب مش حضرتك بتقولي قريت؟ هو كلنا قرينا الحقيقة. أما أنا كملت بقى، وتبين أن السلطة استخدمت أجهزتها التنفيذية في الإجهاز على خصم سياسي عتيد. ويعني كلام المتر فريد كتبه في ساعة غضب، وكمان إيه علاقة مبارك عفيف اليد نقي البشرة الخالي من الكحول بالنظام السابق والسلطة والحاجات القبيحة دي؟ الرئيس مبارك كان من القصر لشرم ومن شرم للقصر. خلينا نبعد عن محاكمة القرن ونروح لمحاكمة القرنين. أكيد دي قضية خلصانة ومتقفلة. قالت هيئة الدفاع اليوم إن هدف العدل من منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير جاء لحمايتهم نتيجة لضيق مساحة الميدان وعدم استيعابه الثوار. عندما تعجز عن التعبير عن اللي جواك، بقى العدل كان مانع المتظاهرين من الوصول للتحرير عشان يحميهم من إنهم يتزنقوا في الميدان؟ مال
يا اخي نلتقي بعد الفاصل. بعد الفاصل. فبتيجي عند لحظات إنسانية وغصب عنك شعورك بيفلت منك. فالأول مرة أرى القاضي أحمد رفعت يبتسم لما الأستاذ فريد الديب بيقول له تصور جمال مبارك حسين سالم باع له الفيلا ب 500,000 جنيه، ولما دورنا لقينا ان جمال مبارك شريحه غاليه لان هو باعها لناس تانيين ب 380,000 جنيه. استقرضونا يا بيه. تودو كب كيك هتظبط. اهلا بكم مره اخرى في برنامج البرنامج. النهارده معانا واحد من داخل المطبخ بتاع محاكمه مبارك. المحاكمه اللي كتير مننا تابعها على الشاشات من خلال تصريحات ناس تانية. ف معانا الاستاذ خالد ابو بكر، احد انا مش هقول بقى مدعي بحق، انا هقول لك احد المدافعين عن حقوق المواطنين اللي رافعين قضيه على النظام السابق والممثل في حبيب العدل و الرئيس السابق محمد حسني مبارك. احنا هنخسر ولا هنكسب القضيه دي يا تبي؟ احنا على طول هنكسب ان شاء الله. انت شايف كده؟ انا مش متفائل بصراحه. لازم تكون متفائل. طيب. مش بعد ما الناس دي ماتت والدنيا دي اتبهدلت بالشكل ده واولادنا راحوا وما بقاش متفائلين. الناس خايفه القضيه يعني مش تطبخ، خايف ان الموضوع يضيع ما بين الورق وبين الاجراءات وفي الاخر قانونيا ما نقدرش نعمل حاجه. لا قانونيا هنقدر نعمل حاجه ان شاء الله لان احنا اصحاب حق. طول ما انت متاكد ان احنا اصحاب حق اكيد هنوصل للي احنا عايزينه. وفي نفس الوقت بس لازم تكون عينينا في وسط راسنا بشكل علمي وموضوعي، نقول للناس ونكون صريحين معاهم ونصرحهم بالحقيقه. لما دخلنا القضيه كان عندنا قصور، مين صاحب القصور؟ النائب العام. قلنا للناس كلها ان النائب العام الحالي كان صاحب قصور في هذه القضيه. يعني انت شايف ان وجوده ما زال عائق ولا ده دلوقتي انتوا تخطيتوا الموضوع ده؟ تخطينا هذه المرحله. تمام. وانا شايف ان احنا ماشيين في اتجاه صحيح ان شاء الله. ازاي بقى؟ يعني قول لي، يعني اصلا دلوقتي احنا بنسمع كل يوم حاجات، يعني كل يوم بنقول الله طب هيجيبوا يعني خلاص الموضوع بقى له سنه. صحيح. وحلني واثبت. يعني انت ما تقدرش حتى تثبت جريمه القتل على واحد الا يعني اثبات جريمه القتل على شخص. صحيح. ما في منتهى الصعوبه. صحيح. فما بالك في نظام والقضيه زي ما بقول لك دم الناس تفارق بين القبائل، وعندك ورق يثبت ورق ما يثبتش، يقول لك اصل ده كانوا متظاهرين، كانوا بلطجيه، كانوا بيهاجموا اقسام الشرطه، ده ماتوا في الميدان التحرير، ده ماتوا ازاي هتثبت؟ اولا القضيه اللي احنا فيها خاصه بالميادين فقط. تمام. مش خاصه باقسام الشرطه، دي واحد. اثنين، مبارك كان رئيسا للدوله وكان رئيسا لجهاز الشرطه، والجريمه المقدم فيها مش جريمه القتل، جريمه الاشتراك في القتل، والاشتراك في القتل في القانون يعني ان انا اقدر اساعدك في ان انت تدخل تؤدي عمل معين واسكت لك عليه وانا صاحب سلطه واخليك تتمادى في هذا العمل ولا امنعك وبالتالي انا شريك في القتل. مين اللي قال كده؟ القانون مش انا. طب الاحداث اللي احنا شفناها كلها، مبارك كان بيده ان يمنع، كان بيده ان يمنع، علم ان القتيل الاول سقط، ماذا فعل كي يمنع وقوع الثاني؟ لم يفعل، الثالث لم يفعل، الرابع لم يفعل، استمر. بدات التنازلات السياسيه تاتي تباعا ومتاخره تماما. لماذا لم تقم بالسياسات هذه التنازلات السياسيه في البدايه؟ طب بعد 28 يعني 28 بالليل الشرطه ما عادتش موجوده في الشارع. تمام. ومع ذلك فضل تسقط ضحايا 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 من 28 الى يوم 11. تمام. مين المسؤول هنا؟ المسؤول هنا مبارك ايضا. ازاي؟ لانه الشرطه ما عادتش موجوده، ما بقى في جيش. لا، ما هو مين المسؤول عن الجيش؟ حسني مبارك. طيب تمام. طب هل انت عندك دليل ان الجيش قتل الناس دي؟ لا، انا ما عنديش دليل. انا دلوقتي ما بحكمش الجيش، خلي كل نقطه لوحدها. تمام. انا هفضل الجيش لما يخلص. انت هتفضل الجيش طبعا. لما يخلص؟ طبعا. لا، خلي بالك وانت خارج. تفتكر ان احنا هنسيب حق اولادنا؟ تمام. مش ممكن. وبعدين ما فيش معيار للكلب مكيالين، يعني الذي قتل هنا وقتل هناك يحاكم هذا ويحاكم لا، بس يقول لك بقى، يقول لك بقى اصل الناس دي كانت موجوده اللي في موقعة الجمل اللي بالليل يعني، والناس القناصه اللي جايه من دول اجنبيه واللي بعتها لاسرائيل وصربيا وكلام من ده. كل السيناريوهات دي هتسمعها. بس احنا القاضي ليه حاجه واحده بس، انه شاف رؤي العين مسرح الجريمه، قاتل بيعتلي. بس انت لغايه دلوقتي، هل احنا شايفين، هل شفنا الناس اللي قتلت بالقناصه؟ هل شفنا الناس دي؟ انت جبناهم؟ انت حاجة واخد جزء. انا بتكلم على العموم. العموم كان ضباط الامن المركزي بيعتلوا مصفحات تابعه للامن المركزي باسلحه مدونه في دفاتر خارجه من دفتر الاحوال مقيده بناء على تعليمات مساعدي وزير الداخليه، صوبه اتجاه المتظاهرين بشكل خطا قانوني ادت الى وفاه، وقعت الوفاه في نفس الحال. كل ده شافه القاضي على شاشات عرض في المحكمه. تمام. فده بالتالي بيكون واضح جدا. انت في، احنا مش بنتكلم على فرقه بليه مائي، احنا بنتكلم على قوات الشرطه. يعني يقول لك ايه، في بعض الحاجات اللي احنا سمعناها يقول لك اعتبره خطا اداري. خطا اداري ايه يا عم؟ اعتبر ابوك يا اخي. واخد بالك ازاي؟ خطا اداري، موتلي الناس دي كلها. يعني الحكم في النهايه يطلع جزاء 3 ايام،
لا ما ينفعش. يعني انا كنت مستني اسمع من محامين المتهمين نوع من يعني الحجه القانونيه او حجه المنطق تخرج لي بحجه تهز قناعاتي، لكن ده انا للاسف ما لقيتوش. طب نتكلم عن الحجج القانونيه والمرافعات المدويه لمحامين المتهمين وعلى اساس طبعا المحامي المخضرم الاستاذ فريد الديب. على حسب معلوماتي هو دلوقتي الرئيس ما زال يحكم وان هو عفيف اليد طاهر. لا على حسب معلوماتك انت. لا على حسب اللي هو ما لازم اصدقه. تمام. هو قال كده وان هو مالوش دعوه وهو هو فجر الثوره. انا مستعد اصدقه بس هو لازم يرسلنا على حاجه. هو في اليوم قبل الاخير من المرافعه قال انا الفريق محمد حسني مبارك. تاني يوم قال انا الرئيس محمد حسني مبارك. طب اي الاثنين نقدر نصدق؟ يعني هو نفسه لم ينتهي الى نهايه. اليوم قبل الاخير طالب بمحاكمتي وفقا لقانون معين بمحكمه معينه بحكم انه فريق القوات المسلحه. تاني يوم لا حاكموني على اني رئيس الجمهوريه. طب من فضلك بس كلنا بس برضه استاذ فريد دي برضه راجل بي يعني راجل لطيف جدا يعني مختلف. بقول لك راجل لطيف جدا. تمام. يعني انا اعتقد يعني هل المحاكمات دي فيها الكثير من المرح؟ لا جدا. لا مع الاستاذ فريد اولا انا بحبه جدا. لكن احنا كلنا بنحبه على فكره. لا مفيش كلام. بس بس هي الفكره في ايه؟ هو يعني انت عارف شفت يمكن القاضي احمد رفعت كان راجل ثابت بس طبعا احنا بشر في كل الاحوال، فبتيجي عند لحظات انسانيه وغصب عنك شعورك بيفلت منك. فالأول مرة رأى القاضي أحمد رفعت يبتسم لما الأستاذ فريد الديب بيقول له تصور جمال مبارك حسين سالم باع له الفيلا ب 500,000 جنيه، ولما دورنا لقينا ان جمال مبارك شريحه غاليه لان هو باعها لناس تانيين ب 380,000 جنيه. استقرضونا يا بيه. أكيد أكيد الناس اللي في المحكمة كلهم وقعوا. لا لا كلنا. تمام. وبعدين بقى طبعا أنا بقولها لك بطريقة يعني ما تجيش جنب الأستاذ فريد في الطريقة التمثيلية بتاعته غير أنا متخيل. أنا متخيل. كانت رائعة بصراحة يعني. لا بس لا يعني هو التمثيل قصدي الممثل قصدي إن هو بيمثل هيئة المتهمين كويسة. طب أنا مش عارف أنا عايز أمل. يعني أنا شايف بصراحة إن في كثير من المماطلات وكثير سوري مش عايز أقول تطبيق بس عملية في الأدلة بعد الوقت ده كله. هل تفتكر الأدلة ما زالت بنفس القوة بعد لا. كمية الرد المحكمة والرجوع وكمية برضو المدعي كثرة عدد المحامين دول، هل ده بيخدم القضية ولا بيدافع؟ شوف ما تنساش إن اللي مات عندي كتير طبقات كتيرة من الشعب المصري، كل طبقة جابت المحامي اللي هي بتعرفه، فأنا مش ذنبي إن عندي عدد المجني عليهم، مش أنا اللي جبت المجني عليهم بالعدد ده. فلذلك هتلاقي ثقافات مختلفة وهتلاقي طباع مختلفة وهتلاقي كل حاجة مختلفة، وكل واحد بيعتقد من داخله أنه أتى ليؤدي عمله وبيأديه بالطريقة اللي هو عاوزها، زي مقدمي برامج التوك شو هتلاقي في واحد بيقدمها بطريقة شمال وواحد بيقدمها بطريقة يمين. فهي ده اللي حصل. هتقولي ده يخدم أو لا يخدم، إحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نعمل نوع من التنسيق ونكبح جماع هذا الشعور الكبير عند هؤلاء في الإخلاص في العمل، ونحاول بقدر المستطاع نعمل التنسيق. طب هل هي قضية يعني دلوقتي قضية قتل المتظاهرين أو الاشتراك في قتل المتظاهرين دي قضية؟ تمام. نفترض بمعجزه ما القضيه دي خلصت الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده. تمام. خلاص كده حسني مبارك بره ولا في حاجات تانية كتير؟ لا اولا اللي احنا فيها الجلسات اللي في اكاديميه الشرطه دي مش من قضيه واحده، عن اربع اتهامات. القضيه الثانيه ان حسني مبارك سلم حسين سالم مهمه تصدير الغاز لاسرائيل. دي قضيه ثانيه. دي قضيه ثانيه. دي انت برضو فيها. دي احنا بنش... طب هنا التهمه ان هو صدر الغاز لاسرائيل ولا ان هو اداها لحسين سالم؟ مفيش تهمه اسمها صدر غاز لاسرائيل. لكن انا دلوقتي عشان اعمل التهمه فين؟ ان انا دلوقتي اقدر امسكك هنا في ايه؟ صح. انا دلوقتي عندي سين وصاد وعين. ليه اخترت سين وما اخترتش الصاد؟ هو ده السؤال. في يعني دي عامله زي الاسناد المباشر. هي فعلا كانت بالاسناد المباشر. دي يعني قضيه خسرت الدوله 3 مليار و300 مليون دولار في الوقت اللي هي تمت فيه. ايوه بس في الاخر اسناد مباشر، يعني ايه؟ يعني هل انت هتتحاسب على الخطا القانوني نفسه لا. ولا انت خسرت 3 مليار؟ هنا اهدار المال العام. انا هنا استخدمت نفوذي، انا عندي صلاحيات كبيره زي ما يوسف فودي عنده صلاحيات عليك كده على حسب ما انت دايما. لا لا انا في الاستوديو بتاعي اكبر بس انت مش واخد بالك. انا كنت بتفق معايا ان اجي ارفع قضيه على يوسف فودي في محاكمه عايزه يبطل يلبس ميكروفونين. ففي كل حال من الاحوال انا كدوله خسرت بقى عن عمد ولا عن عدم عمد؟ لا عن عمد. ليه؟ لانه ده صديق، لان ارباحه كترت كتير جدا يا فندم. احنا لو عايزين نتكلم على هدول المال العام في مليارات تانية. ده بقى توجه ده حضرتك توجهه للنائب العام. تبص النائب العام كده بتقول له الله هي دي قضايا مبارك بس. هي كل قصه على جمال مبارك انه خد فيلا لا وايه متشطبه بحاره بس، يعني كان احنا عندنا في القضيه كده انها متشطبه بحاره. انت دلوقتي بتقول ان النائب العام عنده في درج مكتبه بلاغات قد كده. صحيح. ما بتطلعش ده هل ده صح ولا انا غلطان؟ صح 100%. طيب هضرب لك مين اللي هيطلعها؟ نائب عام جديد. طب يعني هل انت ما تقدرش معلش سوري هل انت ما تقدرش تختصم النائب العام وتقول ان انت بتعطل العداله وان انت تطلع البلاغات اللي عندك؟ في بلاغات مقدمه للنائب العام في النائب العام نفسه. تمام. لكن مين اللي هينصر؟ مين اللي هيحيل؟ مين اللي يقدر يودي المحكمه؟ طب ونهايتها ايه في الاخر؟
نهايتها ان شاء الله ان النائب العام هيتغير وهيجي نائب عام. ومين اللي هيغير؟ ما هو للاسف برضو ان احنا ما حدش يقدر يغير النائب العام غير ان هو انا وحضرتك وكل الناس نوجه له رساله ونقول له كفى. لا هو يعني ما فيش في القانون حد يقدر يغير النائب العام للاسف، ودي ليها اعتبارات اخرى. بس واقعيا لازم النائب العام نفسه يقول شعرته بالحرج، وبالتالي انا اديت يعني حتى مجلس الشعب المنتخب ولا السلطة. حد وما ينفعش السلطه التشريعيه يبقى ليها سلطه على السلطه. يعني الوحيد اللي غير هو رئيس الجمهوريه ولا رئيس الجمهوريه؟ امال مين اللي لازم النائب العام نفسه؟ دي ليها بلاغه ليها حكمه. فاحنا بنحاول انا وحضرتك والناس اللي بتسمعنا او الناس اللي بنعرض عليها هذه الوقائع نقول له يمكن الرساله توصل ونفاجئ بكره الصبح انه بيقول السلام عليكم اديت رسالتي وماشي. ساعتها هيبقى الوضع مختلف. غير كده احنا ما فيش اي طريقه ان احنا نطلع البلاغات دي. غير الناس انا بستغرب جدا من الناس تطالب بمحاكمات ثوريه ومحاكمات استثنائيه. ده حتى المحكمه العاديه دي فيها 300 جريمه، في 300 جريمه ممكن تحاكم عليها مبارك، بس لازم اراده. لازم حد عنده قوه عنده عزيمه انه يقتص للشعب المصري. الحد ده بقى مش موجود دلوقتي. طيب بسرعه كده، ايه راي حضرتك في المشهد السياسي الان بعد بقى عندنا مجلس الشعب؟ انا بستغرب كتير جدا على اخواننا الليبراليين اللي جاي عايز يناطح الاخوان اللي قعدوا حرب وعملوا وعملوا وعمل. انت رايح فين؟ مش ممكن. ده راجل من تحت، ده هو هي هو مستني الحته دي. انت شفت الاخوان اعترضوا في اي لحظه باللحظات يعني عن اي تصرف عمله المجلس العسكري؟ مش ممكن يعترضوا الا اذا جيت مسيت حاجتين، انتخابات ودستور. ليه بقى؟ لان هو ده مفتاح اللعبه. خلاص انا مسكت الان الاخوان يحكمون مصر، علينا نتعامل مع هذا الواقع. تمام. اذا كان بقى هيسيب لك لجنه، هيسيبك تتكلم، هيسيبك تعمل، ده يعني من عنده. لكن بالورقه والقلم الاخوان هم من يحكمون. ازاي بقى جم الاخوان للحكم او ازاي قدروا انهم يقنعوا عم علي وعم محمد وعم محمود ان هم يدي لهم صوتهم؟ شطارته يعني. لا شطارته، انت ما تقدرش تقول، او انت اصلا لو فتحت يعني دي هتفتح حاجات كتير قوي. هي دي المشكله. في الاخر في صندوق انتخاب وهم وصلوا. انت شطارتك انت كليبرالي او كواحد طيار تاني غير اسلامي انت تكسب الصندوق ده. مشكلتك ان انت ما عرفتش تقنع عم علي وعم محمد وعم اسماعيل. ده صح الى نوع ما، بس طيب. انا برضو مش ممكن استغل نقطه ضعف عند عم علي ده واقول له تعالى اديني صوتك. طب اديله فرصه. أنا موافق تماما. الراجل عمل جلسه واحده وجلستين. انا موافق تماما، بس في بوادر بتبان. في بوادر عاد يعني الحاجات اللي انت كنت بتشكي منها زمان ما تخليش انا اشتكي منها دلوقتي. بالظبط. ما هو ده بقى اسمه الضغط الشعبي. ما هي الفكره كلها ايه؟ انا دايما بقول ايه، ان شاء الله والله لو الاخوان خدوا 99% من المجلس، ال1% ده لو سكت يبقى يستاهل. لا صحيح بالظبط. فانت انت دورك ان انت تقول انا اهوت وتقول وتناطح و و و و. لكن انا رايي ان انت لما تناطح في المعارك اللي ليها اللي تعرف تكسبها، يبقى فيها جدل. ما تفضلش وفيها جدل، مش عشان يقول لك عملوا. لان انا شايف برضه ان لما تتهم 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 انت بتخسر. لا انا معاك تماما. انا ما حدش يقدر ينكر معاناه الاخوان مع الانظمه اللي سابقه. لا بص، حته يعني المعاناه كلنا عانينا الاخوان اذا كانوا عانوا اكتر او اقل او اقل مكان، ده قدرهم. وفي الاخر هم ربنا كافئهم وخدوا الاغلبيه. بس هي الفكره كلها ان ما يبقاش الاغلبيه نوع من ديكتاتوريه الاغلبيه. ده اللي احنا هنراقبه بقى انا وحضرتك. لو شفنا حاجه ما عجبتناش هنطلع على الشاشه دي ونقول للناس يا جماعه خلوا بالكم احنا شفنا كذا وكذا وكذا. بس عايز احكي لك حاجه فرقه غريبه جدا حكايه احد محامين الاخوان. قال لك ان هو كان رايح مع مرات قيادي من قيادات الجماعه في سجن ترى من سنه ونص كده. فالست بتقول له ايه، قيادي كبير، ما يجيش يوم يا رب اشوفك يا سوزان واقفه نفس الوقفه اللي انا واقفاها. الراجل بص لها كده قال له ليه اتجننت ولا ايه؟ هقول لك بعد ده السنه الا لما حصل نفس الموقف. شوف دعوته مستجابه يا عم، دعوته مستجابه اهو. عايزك انا اشكرك جدا على هذا اللقاء الرائع. شكرا جزيلا. وان شاء الله يعني انا عايزين كده ابديت كده اهوت اللي بيحصل ونخش في قضيه نطلع في الثانيه بقى يسري فودا بقى ان شاء الله. شكرا يا استاذ خالد. شكرا ليك. ميرسي. ونلتقي ان شاء الله في حلقه اخرى من برنامج البرنامج.
توزو رول كيك من غير لف ودوران هتظبط.